سماع الفجر من أقبارها وأتوا إلينا صائمين نفارا. السلام عليكم. مش السمع، مش حاجة السمع، ما فيش حاجه هتسمع معايا. لا المايك حساس، انا بسجل فيه مصاصات. تعرف على حضرتك احمد يوسف محمد. الشيخ احمد حضرتك النهارده جاي مشارك في استشهاد الشيخ احمد؟ نعم نعم نعم. يعني ايه رؤيتك لما حدث لاستشهاده وعدم اخراج الشيخ عمر الى الان؟ امر طبيعي، هذا ما ينتظر من الامريكان، واتمنى ان يخيب ظني فيهم لحظة ما. يعني أنا يعني كثير ما أظن ذلك فيهم ويصدق ظني. أتمنى ولو مرة واحدة يخيب ظني في الأمريكان، ولو مرة واحدة. حضرتك ما رأي حضرتك في شبكة يقين، حيث شبكة يقين تهاجم وتقول يعني من بعض الملتحيين اللي هم احنا بنجيب ملتحيين مصطنعين؟ والله أنا أتمنى من شبكة يقين ومن غيرها من الشبكات أن تلتزم الحياد وآداب المهنة باختصار. يعني هل نحن متحاملون على السلفيون؟ أحيانا ما أحيانا؟ نعم. لصالح من؟ يعني أمر تعرفونه أنتم، يعني ربما يكون حاجة مهنية، لكن أنا يعني لا، يعني نحن لا نتدخل في الحديث وننقل الحدث كما هو، والحديث حضرتك بتسجله معنا بنخرجه لليوتيوب أو لأي قناة كما هو. نتمنى ذلك. شكرا.